النهارده الذكرى ال 19 لرحيل رمز الانتماء كابتن ثابت البطل، توفى عام 2005. الايام بتجري بسرعه والايام بتمر بسرعه، ويمكن انا من المحظوظين في الجيل الحالي اللي قدر يلحق ويتعامل مع الكابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل شخصيه واضحه وصريحه وبتحب النادي الاهلي بجد. يعني كابتن ثابت من الناس اللي قليل جدا لما تلاقي ليها تصريحات في وسائل الإعلام، سواء مقروءة أو مسموعة أو حتى مكتوبة، بس لما تسمع الكابتن ثابت لازم تكون في حاجة تفتكروا بيها. مش بتكلم بس على تاريخ ثابت البطل وهو لعيب وهو حارس مرمى وهو حتى مدير كورة لما اشتغل في ليبيا واشتغل بره مصر، لكن في النادي الأهلي تحديدا في الفترة الأخيرة ادى رمز أو كان رمز للانتماء داخل النادي الأهلي. الصورة اللي مش قادرة تروح من ذهننا جميعا مباراة الأهلي والزمالك عام 2005، الليلة آخر ليلة في حياة الكابتن ثابت البطل. كان حريص إنه يكون موجود مع الجهاز الفني ومع اللعيبة ويكون موجود مع فريق النادي الأهلي لغاية آخر دقيقة في عمره، رغم إنه كان تعبان وما كانش يقدر يروح المعسكر أساسا، أصر إنه يكون موجود في المعسكر. كان تعبان وما قدرش يطلع على المباراة، ولكن الناس قالت له بلاش، راح وأصر. كابتن ثابت هو وجوار دكتور ايهاب علي او كابتن احمد عبده مترجم مستر مانويل جوزيه البطانيه، وكان تعبان جدا والجو كان ساقع في التوقيت ده، لكن اصر انه يكون موجود. مفيش بعد المباراه دي بعده ساعات توفى الكابتن ثابت البطل. رحم الله ثابت البطل، لن ننساك، عاش ثابت ومات بطل، رحمه الله عليه. رمز كبير جدا من رموز النادي الاهلي ورمز الانتماء داخل النادي الاهلي او في المنظومه الكرويه المصريه بشكل عام. طيب